معمل ثرمستون بغداد الواقع على طريق بعقوبة القديمة يعد من أكبر مصانع الثرمستون والطابوق في العراق والشرق الأوسط. أنشئ في عام 1975 من قبل شركة بول ميكس البولونية. يحتوي على 9 أفران ووحدات إنتاجية حديثة، حيث تبلغ قيمة الموجودات في هذا المعمل 15 مليار دينار عراقي، كما جاء في تقرير لجنة مختصة من وزارة الصناعة والمعادن. كان إنتاجه يغطي حاجة البلد، والفائض منه يصدر إلى الدول المجاورة. وبعد العام 2003 نال نصيبه من التخريب والسرقة، وبقي على هذا الحال مجرد هياكل وأطلال شاخصة. في وقت من الأوقات شاركت في بناء جزء من عنده في ذاك الوقت عند تأسيسه، وفعلا هذا المعمل هو جاهز، لكن معمل ثرمستون بغداد. الحقيقة هذه المعامل احنا في مفهومنا اليوم أصبحت صغيرة، المفروض وزارة الصناعة تنطيها استثمار مغري إلى القطاع الخاص. اثنين، واجب الدولة أن تسوي حماية منتج. الآن القطاع البناء وقطاع التجاري دائما قام بدأ يجيب مواد الأولية من دول الجوار، مبالغ الاستيراد 75 مليار دولار، يعني احنا الآن معطلين ما ننتج كل شيء، بس مجرد نستورد. يشكو سكان المناطق المحيطة بهذا المعمل من تحوله إلى مرتع لبعض الشباب والمراهقين العاطلين عن العمل، حيث يتعاطى بعضهم الممنوعات ويقومون بممارسات بعيدة عن أخلاقيات المجتمع. وبذلك تأتي أهمية إعادة تشغيل المعامل المتوقفة التي ستسهم برفع الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة، ومن بينها هذا المعمل الذي بقي محافظاً على بناه التحتية. أكبر معمل بالشرق الأوسط، وصارت هاي تعرفين هاي مال السقوط، العالم جوعان هبت عليه فريدته، واحنا هسه هو ظال هيكل، وهيكله جاهز كامل زين عيني. فالناشر من خلال قناتكم التفات على هذا المعمل، هاي وهم اجيالنا ولدنا شبابنا تشتغل بيه. احنا بالله احنا خلصنا عمرنا، انتهى خلصنا بالضيم، فالاجيال هاي جاي، هاي الشباب تشتغل استثمار. أهم شيء هي القاعدة الأساسية مالته كلها موجودة، الأفران موجودة، المرجل موجود، القوالب الصاب موجودة، بس يراد له شوية إعمار وترتيب، ويعني يقدرون يستغلونها مو بس معمل، يجيبون مواد جاهزة، أماكن قطع جاهزة، يجيبون شغلات جاهزة كلها جديد يشتغل المعمل. يعني أهم شيء الأرضية مالته والمساحة مالته 40 دولم، صاير مقر يعني. يعني إحنا تعبنا من وراه، ليش؟ لأن السياج راح، المناطق هاي تجي، فيعني شغلات بيه هواي ما يقدر يسولفها واحد ويحكيها، فتأذينا من وراها. فاحنا نطلب من الحكومة ونطلب من خلالكم انتم الإعلام أن توصلون صوتنا مناشدة إلى الدولة إلى المسؤولين أن يسوون لنا حل لهذا المعمل المظلوم المهجور. تحول هذا المعمل من طاقة إنتاجية صناعية إلى محل إقامة العديد من العوائل المعدمة وبؤرة للتجمعات الشبابية العاطلة عن العمل، والتي من الممكن أن يكون لها مستقبل أفضل لو أن هذا المعمل وغيره من المعامل الأخرى المتوقفة عن العمل أعيدت للخدمة من جديد. من داخل معمل ثرمستون بغداد، ندى المرسومي، التغيير.